عندنا مثلا هقول لك مفاجأة، هي حالة المفاجآت، حالة المفاجآت، معبد حاط شبسوت بالألف، حاط شبسوت ماشي؟ لأنك لو ما حطيتيش الألف هديلك صفر من عشرة. والله يا ريت احنا نغير حتى النطق، طريقة النطق تبقى سليمة معانا، ما ده مهم برضه. ليه يا فندم؟ النحات يعني المقدمة. طبعا. فلو انت شلتي الألف منها من اسم الملكة دي، ورغم انها يعني ليست الشخصية المفضلة بالنسبة لي قوي في مصر القديمة، يعني انا من الشخصيات اللي ما قدرهاش قوي يعني الأستاذة دي، ودي ليها أسباب تانية بعمل لكم مرة محاضرة الخمسة المفضلين والخمسة الغير مفضلين. دي كده هتبقى يعني، بس اتحضروا نفسكم بس للصدمات والزمالك التاريخية. لكن التاريخ حلو والتاريخ مثير والتاريخ جميل والتاريخ حكاية موثقة من مصادر معتبرة. التاريخ مش ان انا اقول كل حاجه عظيمه كانت، لا، عندنا اخطاء. ولذلك لما سنتيانا قال ايه؟ لما سنتيانا قال لك هؤلاء الذين لا يقرؤوا الماضي سوف يعاقبون باعادته. ايه ده؟ هو اعاده التاريخ عقاب يا سنتيانا؟ ايوه عقاب، لو انت هتكرر نفس الاخطاء. هو مش معقول يبقى انت بالذكاء ان انت عندك تاريخ طويل وتعيد نفس الغلطه كل مره، مش معقول. نرجع مرجوع معبد الحاكمه حاط شبسوت كان اسمه اللي هو احنا هنسميه دير البحر دلوقتي في البر الغربي من الاقصر، كان اسمه ايه في الهيروغليفي؟ كان اسمه جسر جسرو. تخيلي بقى يعني ايه كانت مسميه المعبد بتاعها تخص لكل المعبد، مش غرفه او هيبقى في غرفه بس المعبد كله اخذ الاسم. تخيلي، فهي سمت المعبد كله بتاعها جسر جسرو او تسمى المعنى بتاع جسر جسرو. طيب اما الحاط شبسوت معناها ايه؟ احنا قلنا حاط يعني المقدمه، فقال لك حاط شبسوت هي المقدمه على الاميرات. لو بصيتي في الخرطوش الملكي بتاعها اللي منحوت على المسله بتاعتها مثلا في معابد الكرنك هتلاقيه بيقرا ازاي؟ غنت إيمن حار شبسوت. تاني غنمة الغين، غين نون، غنمة إيمن حار شبسوت. غنمة يعني صحبة، ما تحب تقولي أنا صحبة نيفين صاحبتي مثلا، يبقى أنت غنمة، أنت الخليلة، أنت الصديقة. طيب بعديها ايمن، قلنا ايمن هي التسميه الصحيحه ومفيش امون في الهيروغليف. ايوه ايمن امون اللي احنا صاحبه الامون، عفوا صاحبه ايمن. ايوه مظبوط، يبقى هي خليله صاحبه ايمن، خليله ايمن المقدمه على الاميرات. على الاميرات شلت انت بقى اسم خطير حرف الالف، شلت منها المقدمه على، وبالتالي غيرت المعنى تماما وشلت المعنى المقصود. شوفي بقى ازاي مهمة التسميات. فبالتالي وحاجات حلوة لأن معلم يعني مثلا هفاجئكم مفاجأة ستة ولا سبعة. من منكم يدري، هل تعلم، عارفة أنت النظام ده، هل تعلم؟ هل تعلم؟ هل تعلم أن المصري القديم عرف الثلج؟ دي مفاجأة بيسموها كده بالإنجليزي جوز دروبينج سربرايز، يعني كان عندهم تغير مناخي يعني ولا ايه؟ زي احنا بنعاني منه دلوقتي. احنا دلوقتي البلاد اللي ما فيهاش ثلج بقى فيها ثلج يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. فيعني بيسموها زي ما بقول لك كده بالانجليزيه جوز جرافيك سربرايز، اللي هو ايه؟ اللي هو المفاجاه اللي بتخلي الفك السفلي بتاعك يقع، يعني ينزل تحت كده، يفتح بقه من المفاجاه يعني. بالهيروغليفيه ثلج، ايه ده؟ وكمان ليه اسم بالهيروغليفي؟ اي سرق، سين را قاف، سرق، سرق يعني ثلج. واحنا طبعا اغلبنا للاسف الشديد بيقول ايه؟ ثلج، ما بيقولش ثلج، ما بيطلعش لسان للاسف يعني. رغم ان احنا بنطلع لساننا في كلثوم، يعني لما بنقول المغنيه وام كلثوم بنقول كلثوم وما بنقولش كلثوم. لكن بنيجي على حاجات ثانيه وبنسمي الساء ساء. طيب يبقى السرق ثلج. حاجه عجيبه صح؟ طيب والاعاصير؟ المصري
هنتكلم عن الرياح اليومين دول والثلج وكده، تغيير مناخي. ايوه المصري القديم عرف، ولو قريته نص على برديه اسمها نبوءه نفرتي، ودي انا هعمل لكم مره محاضره يعني برنامج عنها او حلقه لوحديها عن برديه او نص نبوءه نفرتي. دي ده نص غايه في الاهميه في الادب المصري القديم، ويحوي كثير من العبارات العجيبه والمفاجئه، ومنها نعم تم ذكر الاعاصير، وتم ذكر الرياح الجامده، وتم ذكر عباره والشمس قد غممت. يعني الشمس جاء عليها غمام فما بقتش باينه. انت دلوقتي ساعات تروحي طالعه كده بصه من الشباك تقولي ايه الدنيا مغيمه، صح؟ عندك كلمه بقع، بقع بالقاف، بقع بالهيروغليفي، يعني ايه؟ يعني بقعه، بقع يعني اماكن، ولا بقعه بمعنى غير ألف؟ بقع على طول باء قاف عين بقع. دي يعني بقعه، بقعه وقع عليكي مش عارف ايه وانت بتاكلي، عمل بقعه في اللبس. عندك مثلا برك، برك يعني بقره برضه قريبه. بعر بالراء يعني بعل، تخيلي. من هو البعل؟ زوج ولا زوج، صح؟ فبالهيروغليفي بعر بالعين والراء. بسك يعني بصل. بركة يعني بركة. برك يعني برك. برق يعني برق. تخيلي المصري القديم عرف البرق، عرف البرق وسماه برق، واحنا بنسميه برق، بنسميه باللغه العربيه بتاعتنا برق. والعجيب بقى ان كلمه برق هنا بقى بالهيروغليفيه بالقاف الديترمتيف بتاعها او المخصص بتاعها عارفه ايه؟ عين. عين، ومش العين اللي انت عارفاها اللي هي العين العاديه دي اللي احنا بنشوفها تملي، لا دي عين ولها رموش. تفتكر ايه العلاقة؟ ليه المصري، فكروا معايا يا شباب، ليه المصري القديم حط مخصص يعرفنا معنى الكلمة ويسهل لنا معرفة الكلمة ومعناها عين مفتوحة وإنسان العين فيك ولها رموش؟ لأن البرق يخطف الايه؟ يخطف النظر طبعا. فراح هو حاطط عين. شوفي الكلام كلام عجيب. مصر القديم ده لسه يا جماعه، لسه يا جماعه، لسه احنا لسه بنحبه بجد. شوفي كل العلم اللي عندنا ده ربنا اكرمنا بيه، احنا انا بقول لك احنا لسه بنحبه زي الغرب، بنحبه زي الطفل. غير بقى بالهيروغليفي طفل، بنحبه على اول سلمه، على اول درج من الحضاره وفهم التاريخ المصري القديم. عندنا سيشن، سيشن بالهيروغليفي هي ظهرت استوسن. عندنا شعر او الاصح بتاعها شعر سين، أصبحت شعير. عندنا سبت، شفة. عندنا شونة، شونة اللي بتحط فيها الحبوب اللي بتخزن فيها الغلال، ما زالت نفس الاسم. شنوت الهيروغليفي شنوت. شمش الهيروغليفي يعني شمس. شمس على فكرة، عايز أقول لحضرتك في صعيد مصر يعني تنطق بيتقال على الشمس شمش، نفس اللفظ يعني. صح. العكس بقى في بحري الدلتا يعني في الفلاحين يتقال سمس السين. فهل ده عشان اللغة بقى الصعيدية والبحرية وكده يعني تطور اللغة
انت مظبوط، انت مظبوط، احنا بنسمع شمس وبنسمع شمش. ايوه مظبوط. وبنسمع شمس. الشمس دي العربي المعتدل. ايوه مظبوط. العربي المعتدل. آه.